خلونا بقى نبتدي يعني مجموعة موضوعات مهمة هنتكلم فيها مع بعض النهاردة، وأهمها ماتش البنك الأهلي النهاردة إن شاء الله في الجولة الثانية من الدوري. طبعا إحنا عندنا تعالوا نسميها مهمة ثلاثية، الأولى هي الحفاظ على الفوز الغالي اللي اتحقق طبعا في الجولة الأولى قدام الإسماعيلي برباعية، والثانية تأكيد الحفاظ على القمة، ونعمل ده من بدري بدري عشان ما ندخلش بقى في أي مطبات، والنوع ده من الأمور وحضراتكم طبعا عارفين. الثالثة الدفعة المعنوية المطلوبة للفريق كله قبل ماتش القمة يوم الجمعة الجاي إن شاء الله. طبعا صحيح طول عمر النادي الأهلي عبر تاريخه بيتعامل مع أي مباراة على إنها ماتش مهم بثلاث نقاط، لكن برضو ما ننكرش إن في ماتشات بعينها بتكون محط اهتمام وأنظار جماهير النادي الأهلي كلها. عايزين نفكر المشاهدين بمداخلة كابتن بيتسو موسيماني معانا، يعني إزاي الراجل كان عنده ثقة في فريقه مع بداية الموسم برغم صعوبات وتحديات الفترة اللي فاتت، وقال إنه رغم النتيجة الكبيرة اللي اتحققت قدام بطل النيجر بالسداسية اللي حضراتكم طبعا فاكرين، إلا إنه صرح بإنه غير راضي على الأداء لأنه عارف كل إمكانيات لعيبتنا بشكل كبير، وفعلا أثبت ده بالأداء وبالنتيجة أمام الإسماعيلي في المباراة اللي لاقت استحسان جماهير النادي الأهلي كلها تقريبا.